يا كرامة، مالك يا بنت اليومين دول؟ نجمك بقى خفيف قوي. دعين وصابتها يا حاجة والله. طب قربيني منها، أقرأ لها آيتين يحصنوها. ما تخافيش، دي الحاجة إيدها كلها بركة. روح عملي لها كوباية تليو. حاضر. قربي مني، قربي مني علشان أحصنك. تعالي تعالي لما رقيك. لا إله إلا الله، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. بتبصلي كده ليه؟ خايفة مني؟ حد يخاف من ست عجزة من صابة في دراعها ومحبوسة في كرسي بعجل؟ تعال تعال اما رقيكي من وسوسة إبليس ومن التهيؤات اللي عندك. ربنا يكفينا شر المستخبي. متر بدران هنا ومروقين عليه ومستقنيس على الاخر يا برنس. آسف. قاعد على البر هناك. كراماتك شكلها هتبان يا متر. دايما بتلبس في الوقت المش مناسب يا ملك. مونيا. انا ميرام يا بص. ما ترديش، خليكي جنبي هنا، هحتاجك على انك مونيا. ده نص الكلام بس. النص التاني قدام النوح وفلوسه. ما انا قلت لك هتاخد اللي هتطلبه. لا معزيش تنفع معايا العملة دي يا حبيبي. يقبجني هتلاقي نص الكلام اتشبك مع اخوه. ما يتخافش عليك يا متر، استبينا. بس انا عايزك تنور اخوك. بدل ما النوح يلعب معايا الدنيء او يديني كتف، الاقي نفسي بره الملعب. خليه يحس ان انا ليا دور مهم معاكم. بشرط. موني. لا مش ده. تجيب لي منه اعلى سعر. حلو. حلو قوي. اشجيني. قولي. افندينا ناوي على ايه في شهر العسل؟ It's a great blend. الخلطة هايلة بس الأصل من عندكم. It's original belongs to you.
We have asked to see this blend to know its effect on the quality of goods given to you. And obviously, it's a positive one. احنا طلبنا نشوف الخلطة دي عشان نعرف مدى تأثيرها على نوعية البضاعة اللي بنديها لكم. واضح ان التأثير ايجابي. اقصنا يا باية ولسه في تطوير. I made it with my own hand. It still needs some improvement. And I will be improvement more. لسه طورها تاني. And I will be improvement more. And how are you going to improve it, افندينا؟ وناوي تطورها ازاي افندينا؟ ده كاميرا حضارات اللي موجودة كلها في السوق. إما هندي إما صيني. الألماني ابن بلده شاحح مع إن عليه طلب وطوابير ياما. وعلشان بقى الأصل الألماني ده يجيب لي ثمنه لازم الخلطة دي هي الحل. لازم أخلطه كده. وهنعمل منها البرشام كمان. The chemicals available in the market are either Chinese or Hindi. Original German chemicals are dimensioned while the diamond is diamond high. What do you need, أفندينا؟ طلباتك أفندينا؟ بضاعة بيور. نعمل منها الخلطة والمكسب يتقسم بحق ربنا. Pure goods to make the blend and the share will be justly divided between us. المكسب يتقسم بحق ربنا. Fairly divided. But on one condition, you should open new and various markets. More you reach to new markets, more you will earn profits. بس بشرط تفتح أسواق جديدة ومناطق بيع مختلفة. على قد ما توسع على قد ما هيكون نصيبك. اطمنوا. البضاعة اللي زي دي مش محتاجة ولا تتسوق ولا نفتح لها اسواق. هي هتسلك نفسها بنفسها وسط الجرمة اللي احنا عايشين فيه. الناس مش طايقة نفسها، مش عايزين يفوقوا عشان ما يشوفوش اللي بيحصل حواليهم. احنا بقى هنقدم لهم الخدمة الإنسانية دي. Don't worry, this type doesn't need any publicity. It's widely spread everywhere. People are started with drugs. They don't want to wake up and see the world around, so we will make the service to make them live in another world. وقول لهم ان هنخلي الناس متكيف على الاخر. And the people will be very high. Very. افندينا, opening new markets is very important. فتح الاسواق مهمه برضو افندينا. انا ابتديت فعلا وفتحت ابواب رزق لناس كتير. ادوني انتوا بس البضاعه وسيبوا لي انا المزاج. Very mazak. I have already started and proved many with the chances to learn living. You just give me the goods and I will make the pleasure. Cheers to Afandina and to the magical blend. يتوب علينا ربنا. Cheers. Cheers to Afandina and the magical blend. المطر دي مهر وعايز اخليها لفحيح. لم لسانك يا شفاع، الحيطان ليها وداه. معلش شفنا فوخي ما فك صليبه بنت الايه. يا جدع انت دي مرات المعلم، ما انتش حمل قلم لا من المعلم الكبير ولا من الصغير. لا كبير ولا صغير. ده عايز اواد فاكك ومطقطق. تكون جايب اولها من اخرها. وبعدها لك يا شفاع، انت السيجاره دي لطشتك ولا ايه؟ دي هي اللي طولتش غلط، مره ايه؟ على السكين. يا جدع انت دي مرات المعلم. سلامات يا معلم. ده عيل كواركو ما يسدش. ده متجوزها تخليص حق. يجي فين هو في المعلم الغريب؟ الله يرحمه. وانت بقى الباب اللي هيسد؟ لما معاك مفتاح تخش. ومعاك مفتاحها؟ بجمع اليومين دول. انت مش فاكر لما شفناها في الحاره زنهارت واتكركبت وخدت في وشها ورجعت على طول؟ عادي يعني، ما كانش فيه أي حوار. أنت بقى مش شايف. أنا مش شايف. ولسه هشوف. يا أبو مخي بونيتيل. ماشي يا عم الشواف. ولع ياه. ده كده زي الهبل. انا اختي مش عارفه انت مستنيه ايه لما يتجوز عليك الثالثه ولا الرابعه. تلاقيكي قاعده مستنيه لما يرميكي في الشارع بالهدمه اللي عليكي، وهو داير يتفسح لي ويقضي لي شهر العسل، وانت قاعده كده عماله تاكلي في نفسك لما بقيتي حته جلد على عظم.
يا اختي تعملي اللي بتعمله اي ست علشان تحافظ على بيتها وجوزها، ان شاء الله حتى تنطي وتاكلي مصارينها. الخوف مش من العروسه، الخوف من اللي دايب على عتبتها يا هبله، رمانه الرقاصه. انت نسيتي؟ هي دي اللي صحيح الخوف منها. انا لو منك اروح وابص يا اختي اشوف واتاكد، مش يمكن، وهي تبقى ورقه في ايدك لما سي خميس يرجع تقومي ضربه له كرسي في الكلوب وننكد على العروسه ونخلص من الجوز. استني ده عنوانها ومكان شغلها، روحي وشوفيها وتاكدي ان كلامي مظبوط. اه يا اختي هتروحي لها وهتقفي في وشها وتقولي ابعدي عن جوزي يا وليا. يا هبله ده حقك، بس خدي بالك دي علمه، يعني تربيه حواري، يعني بتلعب بالبيضه والحجر، وانت خايبه وما بتعرفيش تنطقي. انا عايزاكي تقفي لها بعين وجباير وتهدديها عشان لما سي خميس يرجع تقوم هي تعيط له، قوم ايه؟ احنا نوز العروسه، قوم ايه؟ نخلص من الجوز. انت عايزاني انا اروح معاكي؟ من عينيا الاتنين، انا بعمل كل ده محبه واخوه. بس اوعي تقولي لحد ان انا هروح معاكي ولا ان انا اللي جبت ده، ده انا طلع عيني كده اهو عشان اجيب لك قرارها. خدي بقى العنوان ده وخليه معاكي لغايه لما نبقى نروح. اتفقنا؟ الطقس ملبد بالغيوم واحتمال سقوط امطار، انما انا عارف ان العيال بتوع الارصاد دول في الكنافه، بيقولوا هي الكنافه. والحقيقه ان الدنيا ربيع والجو بديع وقفلنا كل المواضيع. يقفل 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 يقفل. انت جاي تهزر بقى ولا على بالك؟ الله، وانت جاي وراكي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ما هو الراجل لازم يهزر في شهر العسل، وكل ست من حقها تنكد على جوزها لما يسيبها في شهر العسل. يا حبيبتي اي حاجه تتعوض الا ايام شهر العسل دي، مش ممكن. يا سلام، انت بتقول لي انا كده؟ قول لنفسك. طب اعتبرني قلت. خميس بطل برود، انا مجنونه وانا اموت في الجنان. ايه ده خميس؟ ما تستفزنيش يا حبيبتي، ده انا محضر لك ورديه فسح هبل ما تحلميش بيها. اسمها ورديه؟ اسمها بروجرام. بروجرام؟ مش دي سندوتشات؟ ما علينا، احنا نشيل الاول. بس يا خميس تعالي هنا. تعالي هنا يا خميس، تعالي هنا. الفرخه دي لازم تخلص. الحب هو الحل. البني آدم لما بيحب بيحس إن هو عايز يشب عشان يوصل لأفضل صورة علشان حبيبته. وجود مريم في حياة شادي في الوقت ده هيخليه يتمسك بحياته أكتر ويستقبل العلاج، مش كده؟ آه طبعاً كده. حسك مش مقتنع. لا بالعكس، أنا مقتنع جداً، لأن ده اللي حصل لي من كام يوم. رجعت البيت لقيت بشاير بتعيط، حاولت أقرب منها وأعتذر لها على إني مديت إيدي عليها. تعرفي أول ما قربت منها حسيتها قوي، وحسيت إنها أحساني جدا، كانت لأول مرة تبقى مصدقاني قوي، سمعاني قوي. للأسف الشديد إن كل حاجة حوالينا النهاردة بتتسابق علشان تحبطك، وأول وسيلة عشان الهدف ده ينجح هو إن الحب يتحول لكلام فارغ، لكماليات، شيء ملوش أساس، أي حاجة ضد الحب وخلاص. ياه فكرتيني يا دكتورة، أنا كنت قربت أنسى خلاص. صدقني يا حضرة الظابط، بلاش حكاية ظابط دي بقى. صدقني يا آسر بيه، يمكن الحب هو آخر شباك مفتوح في الأوضة الضلمة اللي إحنا مرميين فيها دي. ممكن. حاضر حاضر. يوب الباب. مش ده بيت رمانة برضو؟ مين يا بيسا؟ مش انتي رمانة؟ انتوا مين؟ يا اختي مش تقولي اتفضلوا الاول بدل ما الكلام يتبعتر وتحصل مشاكل. بس انا مش فاهمة برضو، انتوا مين وعايزين مني ايه؟
مش مهم، لان انا وسطة خير. المهم تعرفي الست دي تبقى مين. كرامة، مراتي خميس، افندينا. انتي كرامة؟ كويس، الحقي دي طلعت مطلعة على العيلة كلها. بس انا برضو مش فاهمة انتوا عايزين مني ايه. اصل ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة، وجم وزوا في ودن الست الطهرة دي وقالوا لها يا اختي ان جوزها بيجي يعط معاكي هنا ومن ورا ظهرها. جرى ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ مالك داخلة عليا بزعبيب مشير كده؟ يا وش يا وش، بالراحة كده عشان نعرف نعمل الواجب. الملف السعد يا اختي، انت هتضلي قاعدة ساكتالي كده اهو. ما تقولي لها انت عايزة تقولي ايه، ما تعملي حاجة. ايه برود ده؟ انت لسه هتشاوري؟ اسكتي خالص. بتقولك ابعدي عن جوزها احسن لك بدل ما هتجيبك بسنانها. واذا كنت يا اختي فرحانه بشويه الحلاوه والطول اللي انت فيهم، بكره تكشي وتقدادي. واذا كان على مزاجك خميس فده موزون على الشعره جوه بيته. لمي روحك ولمي تعابينك احسن لك، مش كده ولا ايه؟ ويا ترى ده بقى كلامها هي ولا كلامك انت؟ يا اختي احسبيه زي ما تحسبيه. خالي يا رز، في ايه؟ الواد شفاعة مدبقك ولابدلك في الدرة. انت اللي شفته ولا هو اللي قال؟ كنا بنخمس في سجارتين كده وخرب كلام كتير. كلام زي ايه يعني؟ زي يوم ما شافك في الحارة مثلا وشوية هفلطة فارغة كده. هو الواد عينه مني ولا ايه؟ بالظبط كده. ماشي، تشكر يا رز. انا النهاردة بس حسيت ان انا ليا ظهر في البيت. انا محسوبك يا ست مطر. انت راجل يا رزق، وانا طول عمري اقدر الرجاله، ومن النهارده في خط مفتوح بيني وبينك. اي حاجه تعوزها اديني بس رنه وانا اقول لك نتقابل فين وازاي. خدامك يا ست الهوانم. انما قول لي هو براء فين دلوقتي؟ 1 2 3 4. نهارنا أبيض، نهارنا أبيض.
ايضا للصحة أنا قلت حلاقيك في المطار، أرجع كمان البيت ملقاكش؟ بجد؟ سفرية إيه دي؟ ماشي، بس لازم تيجي الليلة. باي يا حبيبي. طب يلا قومي بقى جهزي نفسك عشان نروح على البيت، ولما هو يرجع من السفر يبقى يجي لنا. بقولك إيه يا خميس؟ ما تسيبني هنا كام يوم لحد ما تنقل بيتك. ليه؟ ما البيت جاهز والنقل مش هياخد وقت. انجزي بقى، عايز اشوف الحاجه وحشتني. اصلا انا حاجتي هتاخد وقت طويل شويه. بليز يا خميس، والنبي والنبي سيبني هنا كام يوم. ماشي ماشي يا بنت الباشا، ماشي يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي. خلطه جديده اعملها يا فندينا، هرشها في السوق ويبدرها في كام يوم. سرها مع بوسفنا. السفريه دي عشان يجيب الاصل ويضربه هو هنا. استاهل بقى اللي في الشنطه دي ولا الكلام ما ياكلش؟ لا لا لا، ياكل لحد ما يزور بالهنا والشفا. الله يهنيك. بس احنا مهمتنا الوطنيه للاجيال الجايه ان نعرف الطبخه دي بتتعمل فين وازاي عشان ما نضرش صحتهم خالص. لا ده كلام تاني، محتاج رؤى وروقان. أحلى عيشة وأحلى رؤى وأحلى روقان من المعلم النوح للمتر بدران. طب يا معلم، أنت هتسيب له البيت مش كده؟ مؤاخذة يا معلم، أنا بسألك يعني هتسيب له البيت عشان يعني بعد كده هتروح فين؟ فرع الصحراوي. ببني فيلا هناك، بس لسه قدامها شوية، وعلى ما تخلص هقعد في بيتي اللي في المزرعة. فكرتني، ده أنا محتاج يومين دول كل قرش. لا لا، ما أنت هتعمل قرشينات ياما يا معلم. أمال إيه؟ لا أنا بس عشان أجي لك يا معلم هناك يعني، ونقعد مع بعضينا ونروق الأناني ونذبح لنا طاووسين من دول. هو مش بيتاكل برضه يا معلم؟ وحتى أكون عملت تحرياتي وجبت لك المفيد، بس كله بتمنه. وأنا تحت أمرك، وأعرف إزاي أقدر الرجالة. نبقى متفقين يا معلم. عارف يا معلم، أجمل حاجة في المتر بدران إنه مش مادي. بتعدهم يا بدران؟ لا ده احنا نتعرف على بعض بس. يا ترى عرفوك؟ وحشتيني يا أمو، وحشتيني. معلش اتأخرت عليك شوية عند الباشا. على الله تكون اتوفقت كده. ولا الرحلة جت بفايدة؟ كله بفضل دعواتك يا حاج عسل. الحمد لله على السلامة يا فندينا. الخال الخال، جبت لك اللعلب الذهبية. وحشني وحشني وكمان وحشني. تعال سلمي يا شوق. الحمد لله على السلامة. يو، ما تحب على ايد فندينا يا بنت ولا نسيتي؟ خش اوضتك يا شوق. امرك. الا صحيح يا خميس، هنرجع بيتنا تاني؟ وهنرمي ورا ظهرنا كل حاجه في البيت ده، واي حاجه. ودعوا بقى كل حاجة في البيت ده، ودعوا كل يوم في البيت ده، وكفنوا العفش ده، ياه، ورفضوا تراب الكسرة على هدومكم قبل ما ننقلها البيت الكبير. عايزين نروح البيت الكبير يا غال، نضيف نضيف. يا ريت يا ابو جمعة.
آه يا زمن، بتسهل واحد وتسرق من العمر كل اللي كنا فاكرينه في ايدينا، وبتجبرنا نودع اللي ساكن فينا. بس لا لا والف لا يا خميس، وحياة الدم اللي راح لا تشم ريحة الموت في كل ركن هنا، وخلي كل البراح ده أضيق عليك من خرم إبرة، وكل فتلة في عفشه كفن لروحك، وبيني وبينك أيام حطول يا خميس، أيام حطول، أيام حطول. ما قلنا ما تشعلقيش في الحبال الدايبة، اخرتها كسر نفس وقطم رقبة. ما صدقتنيش. انت بتتكلمي على ايه؟ عن حبيب القلب يا حبيبتي، اللي طار واتجوز وهج من الحارة ورجع لأصله. بقولك ايه، ما تسيبيني في حالي والنبي. ما حالك ده يا بنتي اللي تعبني وقهرني؟ انت مش شايفة شكلك عامل ازاي؟ لا بتاكلي ولا بتشربي، حتى كتبك كمان ما بقيتيش تذاكري فيها، وطول الوقت مش على قلي في البلكونه. انا عايزه افهم، انت مستنيه ايه تاني؟ باخد نفسي يوم، بلاش اخده كمان، مستنيه شويه هوا يفتحوا صدري ويدوبوا التلج اللي على قلبي. يا بنت المفروض الجوازه دي فوقك، مش تخليكي بالشكل ده. ده انت عودك لسه اخضر، ما شدش حيل في الدنيا، عايزه تقطعيه بدري بدري ليه؟ يوه وادي الاوضه سايبها لك كمان. انت يا بنت، انا بتكلم معاكي يا بنت. انت يا بنت، لا حول ولا قوة الا بالله. انت سايباني يا بنت ورايحة على فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش هتكلم معاكي. بالراحة يا جماعة، مش كده بتزعقوا ليه؟ مش عاجبها كلامي. يا مرحميني، هو انت في حد مسلطك عليا؟ شايف البنت بتقول ايه؟ عيب بقى، عيب كده؟ الجيران كلها سامعة صوتكوا دلوقتي. ما انت شايفه الشبق عامل ازاي؟ ده اتمقد بقى زي اللقمة. روحي اعملي لنا حاجة نشربها، روحي. تعالي يا بنت، تعالي. تعالي، عايزك في حاجة كده اكلمك كلمتين. اقعدي. اهدي. شوفي بقى يا بنتي، انا بصريح الحوار بابا، انا مش حامل النصايح ولا انا قد مواعظ، امي مكفياني من كل ده بصراحه. كده امك خايفه عليكي. امي مش حاسه بيا، انا تعبانه مخنوقه، مش طايقه روحي ولا طايقه اي حد. حسوا بقى بيا شويه. صدقيني يا بنتي، امك عندها حق. وبعدين حكايه جوازه خميس دي، خلصنا من جوازه خميس، سيبوني بقى في اللي انا فيه. والله العظيم، والله العظيم، قلبي بيقول لي ان البيت دي فيها حاجه. بنتك مجروحه يا ام فتنة، وقلبها مكسور. Thank you.
هي مالها عماله تقفل كده زي الدومنا؟ الكار ده يا علي ما هوش خميس ونوح وخلاص. الكار ده مافيا، مافيا كبيره قوي، ليها ألف دراع ودراع، مدة في كل حته، وطايله بيه كل شبر في البلد. ولعبه السلم والتعبان اللي بين خميس والنوح دي وراها ناس كبار، كبار قوي يا علي، عشان ينقلوا ده من بيته لبيت ده وده لبيته القديم. واحنا قاعدين في مكاتبنا هنا مش دريانين باي حاجه. يا فندم يا فندم، ما احنا نجحنا في القبض على اوكار كتير. النيابه خرجت كام؟ وافرجت عن كام؟ ما ترد يا علي. يا علي احنا كرجال امن دارسين وعارفين يعني ايه امن. مهم جدا يبقى عند المواطن العادي عندهم حس امني عشان يساعدونا ونعرف نساعدهم. احنا مش انبياء يا علي، مش انبياء. تعرف يا علي انا ليه حاسس بالفشل؟ عشان اكتشفت ان نص اللي قبضنا عليهم العيال الضريبه، الضحايا والغلابه، التجار الكبار طايحين في البلد محدش مهتم بيهم سايبينهم. حتى التجار اللي وصلنا لهم يا علي طلعوا في الاخر تجار سريحه وبير سلم. ادخل. لا مؤاخذه معالي الباشا. خير يا سيدي؟ في واحده يا فندم عايزه تقابل سيادتك بره. ما قلتلكش اسمها ايه الواحده دي؟ مش عايزه تتكلم يا فندم لما تخش لسيادتك. خليها تدخل. تحت امرك يا باشا. يا باشا انا اول مره اشوف معاليك بالعصبيه دي. تعبت يا علي، تعبت خلاص ونفسي اتقطع. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك مش فاكرني؟ انا مرات مغاوري. مرات مغاوري يا باشا. اهلا وسهلا. كنت عايزه حضرتك في كلمتين كده. طيب سيبنا لوحدنا دلوقتي يا علي. علي سيبنا لوحدنا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. وابقى ابعت حاجه ساعه مع العسكري اللي على الباب. ملهوش لزوم يا باشا، ملهوش لزوم. انا اقعدي اقعدي. انا جايه اقول لحضرتك كلمتين وهمشي على طول. هو مش مغاوري في اجازه دلوقتي؟ مغاوري بايديا يا باشا وهيضيعنا معاه. الاحمر هي كمان يا باشا، يعني سعادتك فاهم يعني يا باشا ما عندهاش دم. تصدق يا باشا كل شويه طلبات طلبات طلبات. وبعدين يعني يا باشا حضرتك عارف البير وغطاه يعني يا باشا اكيد. حكايه مش حكايه فلوس يا مغاوري. ازيك انت ومراتك ممكن تقضوها بالموجود، وممكن كمان تناموا نص بطن وتبوسوا ايديكوا وش وظهر وتحمدوا ربنا وما تشيلوش هم بكره وترموا كل حمولكم على اللي خلقكم. لا اللي انا متاكد منه يا مغاوري ان في حاجه انت مخبيها عليا، صح؟ يا الولادي قالت لك ايه يا باشا بالظبط؟ ايه وليه دي؟ اسمها مراتك يا بني ادم، مراتك. اولا مراتك ما قالتليش حاجه. مراتك عارفه انك عاملني كبيرك عشان كده كلمتنا اجي اشوفك. اثبت لي بقى ان انا كبيرك بجد، فضفض لي، افتح لي قلبك. يا باشا فضفض واقول ايه بس؟ انت لسه بتضرب المدعوق ده؟ المشكله يا باشا ان ايه؟ سعره غلي ولا شاحح في السوق؟ يا ريت على كده وبس يا باشا. امال ايه؟ اقول ايه بس يا باشا؟ اولا سيبك من حكايه باشا دي بقى. مغاوري انا بعاملك على انك اخويا. خد سيجاره. العفو يا باشا. امسك. تسلم ايدك يا باشا. ثانيا ما تخافش، مراتك خدت العيال وراحت عند اختها. بيني وبينك كده احسن عشان اعرف اخد ودي معاك في الكلام. افتح لي قلبك بقى يا مغاوري، قول لي على كل حاجه ممكن اساعدك. عدت الحيله باشا وقرف الشغل لمؤاخذه يعني باشا. أسمة الوسط طول النهار هي اللي رمتني على الهباب ده عشان يعني الواحد يعني يهدي المزاج يعني لمؤاخذه يعني يعمل الواجب يعني. بس حضرتك فاهم يعني يا باشا. واجب ايه يا؟ انت بتعمل واجب براني؟ يا باشا انا بعمل جواني عشان اعمل براني. ما عادش بيجيب معاك نتيجه ها؟ الاول يا باشا كنت باخد ربع الحبايه ببقى حديد
دلوقتي باخد حباية اتنين تلاتة مفيش فايدة. ميح القليلة لما بتبصلي بحس انها بتحتقرني، بتجنن او مقايم طايح فيها هي والعيال. حباية واتنين وتلاتة وميح. ميح يا باشا عشان تعرفوا اخرة اللي انتوا بتضربوه ده ايه. جاتكوا 60 نيلة. عال عال عال، التحاليل هايلة وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود، بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضية تاكل ولا راضية تشرب. لا 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 لا، تحديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصة الأكل دي. إن ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، أنت حامل في 4 أسابيع. حامل؟